بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. مساء مجمع الجزائريون والجزائريات اللي عايشين في الجزائر وفي الخارج، الجزائر في الاول، الناس اللي جاريين ايه جاريين اي عايشين دي مورتو كورو. بونجور سالي تو لي زاجيريان الجزائريين كي فيفو ان الجيري اترونجي. يا خوتي كيما قلت لكم راكم تشوفوا بلي المساندين يعني للحكم، كي نقول انا يعني اعوذ بالله من كلمه نقولوا بلي العود ربيع يعني طب جنانو، نقولوا كاع سيستم كومبلي باسكو هما اللي حطوه تما الى اخره. قلنا بلي هادو الناس حركه الى اخره. قال لك بعض لي كومونتير اللي داروهم الناس هادوما، قال لك انتم حركه حبيتوا تقسموا البلاد، جيبوا بي ها ال هذاك تاع الاخر برنال هالي ليفي ولا واسمو. لو كان هاد الانسان نردو روح شوف لا فيديو تاعي، اول الله اعلم اول جزائري اللي دال على البي ها ال بلي بروف، عندي كتاب تاعو قريناه. والاخر ما عندوش، ما كانش يدافع على الديمقراطية، كان عنده ايديولوجية كيما يقولوا ايديولوجية صهيونية، هذه مفروغ منه. هذا الانسان يتهم يقول لك حبوا يقسموا البلاد الحركة. انا نقول له حاجة يا خوتي، نرجع له بالديسكور تاع باباهم لهاد الناس الحركة كيما هاد السيد واللي بن فليس وكاع الناس كاع. ونردوا لا ديرين لا 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 فيديو تاع علي كافي اللي ما حتى بيرسونيل ما افتخرش بالجهاد اللي داروا يعني بالاستقلال الى اخره، ولكن شهد شاهدي من اهلهم قال على العهد الرابع على السيستم كومبلي. هدر داروا الحوار هذا في جريدة الخبر ولا فيديو سورين حواري. انا نقول نرجع لهاد الناس الحرقة، نقول لهم واش قال باباهم دوغول. Le discours de De Gaulle à Marseille le 26 novembre 1961. Yani, fi Marseille, 26 novembre 1961. Wesh qal? Qal, c'est une solution nationale. Yani, l'istiqlal ta' al-Jazair. C'est une solution nationale. C'est une Algérie qui dispose d'elle-même, non pas contre nous, mais avec nous. Nous proposons ce que cet État algérien soit en coopération avec notre France. Hada dalil qati' wa yuthbit lilharka fi aljazair anna wladhum mazalhum fi alhukm fi aljazair wa waslu lilhukm hukm almafia wa hukm altawaghit لهاد الناس اللي راهم يدافعوا على هاد الناس. وين تروحوا للعقاب الارض؟ ما يشوفوا اليوم يوم الدين يوم الحساب، كيف تقابلوا ربي يا اللي صحاب لي شيتيس يا اللي خبزيس يا ولاد الحكم. عندنا كيما الناس هم يهضروا على بن فليس وهما، قلت زين نعاودها كاع الحكم في الجزائر، اي الرئيس الجزائري لي جا حب يسقم البلاد ونقولها ونعاودها، هو سي طيب الوطني اول معارضين للحكم في الجزائر. ومن بعد يجي ثاني حسين يتحمد، علي يحيى عبد النور ما نساوهش يا خوتي، سليمان عميرات الله يرحمه اللي مات، اللي شاف سي طيب الوطني مات قتلوه، مات كريس كارزاك، هاد الناس ما نساوهم المواطنين الحقيقيين أحرار الجزائر. الحمد لله كاين وما زال كاين أحرار الجزائر، لكن كما قلت ليس لأي حركة سياسية، لأي تبعية سياسية، لأي نظام سياسي يتبع أشخاص نخبة. نعم للجزائر ديمقراطية، نعم للحوار الديمقراطي لجميع الاتجاهات السياسية، سواء إسلامية سواء لائكية سواء آتي سواء، لكن عندنا شيتي بيراميد كما يقولوا في الفوق، نتفهموا كاع لا بيراميد هذيك تبنى هي الجزائر، هو الشعب الجزائري، هذا هو الصح. ليس أشخاص، ليس كيما يقولوا نتبعوا بروغرام دان بارتي. مدوني ان بروغرام في الجزائر اللي قال نخرجوا الجزائر من الازمه، نديروا كذا. هما الا اقاويل
إلا أقاويل، لأن على بالهم أول في الجزائر، صح في الجزائر مديت أمثلة دو بي جوج بلدان معروفين تاريخيا وعالميا، سون مانون سو سون دي بويسونس مونديال الآن، يعني في جي 8 في لي بويسونس 5 في الناتو إلى آخره، سون دي بويسونس مونديال، هي اليابان وهي الألمان. بعد الحرب العالمية الثانية ألمانيا ولات والو من الصفر، بدات من الصفر، اليابان بدات من الصفر، لكن أول واش داروا هي الإرادة الشعبية، لأن غرسوا لهم حب الوطن، وثانيا المدارس، التربية، سي لوديكاسيون، ليدوكاسيون ماشي يحكمها مينيس بن بوزيد لي دم ملايين من الشعب، وهرك هلك هلك ليدوكاسيون ناسيونال، وما تحاسبش كيما شكيب خليل اللي دم ملاير، كيما هاد الناس اللي يقول قال ما عند طب جنانو ما داولو، او مسكين يغيط يغيط، واش عنده في سويسرا غير ربي اللي يعلم، وخوه خوه مع أخبث الخبثاء هو أحمد ويحيى، اللي عنده تاع ترونسبور تاع لي زونيفرسيتير ما كاش منها تاع الكوس، وزيد وزيد وزيد. حنا اون فا با كوجي كيما قلت، أشخاص، لأن الأشخاص هادو راهم في السيستم، والسيستم ما كاش رقابة حقيقية، حتى بعض الناس يديروا حقيقة المواطنين يديهم الحبس، يتحبسوا هاو، وشهادة شاهدين من أهلهم، الناس اللي يقولوا ما كاش تزوير، هاو الوالي لكش والي تاع تعلوخ تاع وهران الفقير، هاو قالهم، هاو قالها في التلفزيون تاعكم أسيدي تاع النظام، يا شياتين يا أبخت الخباثة. الجزائر هو الشباب الجزائري، هو الشعب الجزائري، هي هما الأمهات توعنا، هما خاوتنا، هذا هو الشعب. ونا با كوجي كيما يقولوا كدا ولا كدا ولا فلان ولا فلتان، ونا كوج تو لي سيستيم، يتعاود منظرة جديد، قيام أول جمهورية جزائرية بي كيما يقولوا بثوابت ديمقراطية، بثوابت ثقافية ودينية، هذا هو الشعب الجزائري. لكن الناس ما يخليوكش، لأن الحركة كما قلت هذيك لو 26 نوفمبر 1963 في مارسي، باباهم قالها، قال باللي الجزائر تسحق فرنسا، وفرنسا ماشي قال الالمان ولا، شوفوا غير لي بروجي يا يا لي جيتيش، شوفوا لي بروجي اللي راهم يديهم، شكون راهو يدي لي بروجي في الجزائر الا فرنسا، حتى تاع البنيان فرنسا، لان فرنسا كولات ياكلوا في الحجر، علاش ما يديروش مع الالمان، مع كيما يقولوا لا سويد، مع ما كان سيدي مع اليابان، لا لا يديروا مع فرنسا، باش على يمدوا لي بروجي لي فرونسي، باش هما بالذات سراقين يفون انفيستير دون ان بي دو كوربسيون كيما فرنسا معروفه كوربسيون الى اخره، ينفيستيو تما وواحد ما يتبعهم، هذه هي كيما الناس راهم يشريو في اسبانيا، راهم يشريو في البرتغال، راهم يشريو في لاغريس، ناس يقولوا لي ملياردير ملياردير، قلت جي نعاودها، ما كان اي ملياردير في الجزائر اللي ما عندوش مصلحه مع السيستم ما كاش ملياردير، ما دارهمش بعرقو حقيقة، ما لاش نغيرو ولا كيما يقولوا بعض الناس، لا لا هذه حقيقة. والناس هادو اللي ما يعرفوش يقراو، نردوهم الكتاب تاع لونيس عقون اللي قال بلي كان ملياردير في الجزائر واحد، وكاين واحد اخر ما نساوهش هو حمود بوعلام، اللي دارهم حقيقة في عهد فرنسا، كان عنده وزير ودوك الله يبارك الله يزيد له، او ملياردير. وكاين لي طامزالي من جهة سيدي عيش بل ولاية بجاية، لو سول ملياردير، ما كان جلالي مهري، ما كان ربراب، ما كان حداد، هادو باينين شكون، باينين لأن عندهم مصالح مع الحكم،
حتى ما كان مهضوب بالتحمس، لان الناس يزاكوج دي لي زوت. ما انا كي جي قلت جي نعاودها، هو الحكم ما يجيوش. لو كان الناس المعارضه الجزائري ما يخليوش كيما يقولوا هذا واسمه بالغزالي يهدر، هذا ما انا بيرسونيل ما مدلوش كاع باش يهدر. علاش كان في السيستم سرق الدا وكان دي بروف عليه، كيما خونا هشام عبود دار في السيت ومن حاوه لو سيت تاعو دار. والحمد لله كيما قلت درت نداء للشباب الجزائري، مليح واحد يشوف اليوتيوب يقرا التاريخ تاعنا فريمون. خونا هشام عبود دار دي بابيي كوارت، وعندي كوبي هنايا كوارت تاع اراضي اللي مدوهم في سعيد حمدين افيك ان بري سيمبوليك. شكون هادو؟ بالعيد عبد السلام في الليستا، واسمو هذا البابيون غزالي اللي يهدر يقول لك ضد الاخر، واسمو كانت احد الجنرالات. تسمى هذه هي يقولوا ما سرقوا ما داوش، ما يعني ما داوش بري سيمبوليك، مدوا للشعب بري سيمبوليك، مدوا ثروات الجزائر للشعب، مدوا حلوا ان كونت للشعب. حتى الكونت بونكير هي بالمعرفه، يقولوا ما كاش منها. سبحان الله، وين رايح البلاد؟ خلاص خلاص، هي الحركات السلميه. الجزائر بالسين كيما طاحت في لوكران لا ريفولوسيون لي اورانج، الجزائر هذه هي. كان دي مويا، لكن اي حركه تتبع سياسيا مراها كما قلت وزيد نعاودها مراها اشخاص الخفافيش، هذيك لا للحركه السياسيه. وواحد يكون واعي، لان هاد الاشخاص كما يقولوا يحبوا الشعب كومان بيون. وهادي واحد الانسان دار لي رومارك على زيطوطو يا خويا، راجل نقولها وزيد نعاودها، راجل يا اخي. علاش راجل كان في الحوق والاخر الى ديميسيوني، او حتى التلفزيون تاع الجزائر دارت ريبورتاج عليه، قال لك بولونجي كيف الدبلوماطي حبت النيب وحتى بولونجي. يا عجبه، اليس من اجل الجزائر؟ اليس من اجل الديمقراطيه الحقيقيه؟ يا سبحان الله، احنا ونشوز احنا بيناتنا ما عندناش ثقافه الحوار. ثقافة الحوار هي صح، وهذه هي. وسمحوا لي كي هدرت بالتحمس كيما يقولوا، لأن بعض الأشخاص يتهموا أشخاص وإلى آخره. ونقول هذا الإنسان هذايا لي إلا مناسي، مام قادر نشوفوا في الأخر إلا مناسي، نرجع له واش قال أحد المغنيين الجزائري الشباب، ها واش قال له، هذه ليه هو هاد الشيتيست هذايا. واسمع يا أخي، برنا رجعنا طلاب الحزب ولاد بالزبا، ما يمنوش بالجزائر كامل يا عبدو في شكاير، الشيطان منهم يدي في كاير. ثلاثة عهدات بزاف عليك، روح داوي ربي يشفيك يا وغير اختيك من البوليتيك. دخلت ونازل قلت الهبال، الجزائر رجعت قبال، الحرام رجعتوهن حلال. قالوا راه لاباس عليه يهضر يوقف والناس تجي حلف، وقالوا حاجة ما بيه، قالوا لا لجنان وما طبرة وراح يدير لكم خطاب شوية. ايان هذا الجواب، كذبتوا علينا شحال من مرة، حسبتونا واحد ما يقرا، محشمتو قلتوا راه برا، السيد راسو في تنتن، ما جايب بخبر ما يوزن، حبوها تلهب ما تهدم. وثانيا نرجع له باحد الاغاني للمهاجر الجزائري الله يرحمه صالح سعداوي، واش قال لهاد الناس اللي شيتيست. Thank you.
ونقول لكم يا خوتي السلام عليكم إلى البروشان إن شاء الله.